السليمانية، وكما هو الحال في باقي المحافظات وفي إقليم كردستان العراق، تستقبل الشهر الفضيل عبر عادات وطقوس وأجواء استثنائية ورثها أهالي المدينة عن الآباء والأجداد، ليكتب لها أن تحيا جيلا بعد جيل. ومع قرب دخول شهر الصيام، تشهد أسواق السليمانية حركة تجارية نشطة، حيث تقتني العائلات ما يلزم مائدة الإفطار من المواد الغذائية والحلويات بهدف إعداد وجبة شهية ومتنوعة بمختلف أصناف الأطباق. نيكودي زورا، أهالي السليمانية معروفين بعدة أكلات شعبية، وخصوصاً أيام شهر رمضان، ومنها الأرز والمرق واللحوم بنوعيه، والكفتة والدولمة والحلويات والعصائر، بالإضافة إلى أكلات شعبية دسمة اعتاد الأهالي على تناولها خلال أيام الصيام. الأكلات الشعبية الكردية دائما ما تتسيد الموائد وقت الإفطار، ومن أبرزها الرز واللحوم والكفتة الكردية والدولمة، بالإضافة إلى مختلف أنواع الحلوى والمعجنات. تقاليد رمضان لكردواري خمانة تختلف العادات والتقاليد الخاصة بأهالي السليمانية بعض الشيء خلال شهر رمضان الكريم عن باقي المحافظات، فمع حلول وقت الإفطار تبدأ العائلة الكردية بتزيين المائدة بالأكلات والحلويات الرمضانية، ولا تخلو هذه المائدة من ألذ وأطيب الأطباق، وخصوصا الشوربة، الأرز وأصناف الحلوى، إضافة إلى شربة الزبيب ذي الفوائد الصحية العديدة، مع الاحتفاظ بتقليد مهم ومتوارث ألا وهو تبادل بعض الأطباق بين الجيران، ومن ثم يأتي أداء الأعمال العبادية الخاصة بالشهر الفضيل، ليحلو بعد ذلك الجلوس مع الأهل والأصدقاء لتبادل أطراف الحديث بعد صيام يوم كامل من أيام الشهر الكريم وإتمام جميع طقوسه. شربة الزبيب من العصائر المهمة التي تزين مائدة الإفطار في الشهر المبارك، وذلك لما يتميز هذا النوع من العصائر من فوائد صحية عديدة بعد ساعات طويلة من الصيام. فيما يتعلق بالأجواء والعادات والتقاليد الخاصة بالشهر الفضيل، فهي تبدو أكثر وضوحاً بعد الإفطار، فبعد إتمام طقوس العبادة يتوجه الشباب والأصدقاء إلى الأماكن العامة، الحدائق والكافتريات، لممارسة الألعاب الشعبية الخاصة بالليالي الثلاثين، ومنها لعبة الصينية والتي تشبه إلى حد كبير لعبة المحابس البغدادية، لتبقى أجواء شهر الخير محتفظة بعلقها وتميزها في كل مكان. لقناة العراقية، عمار حكمت السليمانية.